الناس كيفكم؟ اليوم رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم راح نلعب لعبه بيك اكس دي، بس اليوم طبعا مو راح نلعبوا كذا اليوم، بس طبعا راح نشوف اخبار جديده عن لعبه بيك اكس دي، اخبار كثير نار بتخبرنا عن التحديث الجديد، وكمان راح اقول لكم انا شو توقعاتي بالنسبه للتحديثات القادمه على هدول الاشهر كلياتهم. وطبعا قبل ما نبلش هذا الفيديو احكي لكم كل شيء ونشوف كل شيء، لا تنسوا انكم تشتركوا بالقناة وكمان حطوا لايك للفيديو مشان نوصل لأكبر عدد لللايكات. اسمها بتعرفوا لازم نوصل لأكبر عدد من اللايكات، يعني عن جد، فبس طبعا حطوا لايك واشتركوا كمان بالقناة. شو هاد يا جماعة؟ دراجة مسكونة، او ماي جاد، وات؟ شو دراجة مسكونة والله، او ماي جاد، اكيد في هون حدا راكب الدراجة. اوكي هذا الشخص معقول يكون هاكر شي زي كذا، خلينا نفوت نشوف. اوكي عنده فولوور واحد، شوفوا صوره عن جد كثير مرعبة، شوفوا شوفوا، او ماي جاد، عم يضحك كذا ضحكة الاشرار. ليش كل صوره عم يضحك وكذا بالكريزي ران، وليش كذا مصور بيك اكس تي؟ معقول هذا يكون هاكر؟ والله او ماي جاد، او ماي جاد، خلاص لا تنس، يعني خلاص نيفر مايند، اخوفكم. او ماي جاد، هذا بيشبهه زي اخوه وكذا. والله شو صار بيك اكس دي؟ انا صرت عم خاف، ليكوا لابسين نفس بعض، ليكوا شوفوا، بس هذا بالشعر وهذا بدون شعر، هذا غني وهذا فقير، شفتوا؟ عم يرقص كذا جنبه، ما علينا. طبعا يا جماعة رح نشوف زيرو جرافيتي بعدنا اليوم، توقعي هو انه رح ينزل يعني التحديث الجاي زيرو جرافيتي، وكمان رح اقولكم متى رح يخلص هذا التحديث، وكمان رح نشوف رسالة جديدة من الادمن، لانه الادمن زي ما بتعرفوا هو كان مفقود، بس اخيرا الحمد لله لقيناه، فبعتولنا طبعا، مو بعتولنا لكن طبعا عملوا بوست على الانستغرام فيه طبعا الرسائل او المحادثات ما بين الادمن والنمدا. اوكي والادمن طبعا بعت لنا كذا يعني رساله كثير غريبه، كذا فيها ارقام واشياء، ولازم نكون اذكياء مشان نحله، وطبعا اليوم رح نحاول نحل هذا اللغز، نعرف شو ونعرف شو صار مع الادمن بعد ما لقيناه. وكمان يا جماعه رح نشوف رساله النمدا اللي بيقولنا مشان نساعده، طبعا بيطلب منه المساعده وكل شيء. Where are you from? Oh, I'm from Morocco. But كيف اكتبها؟ ما موجودة هون على فكرة. بدي اقول عرب، إذا عرب ما موجودة. اوكي Morocco مش موجودة، رح اقولها بس no، رح اقول yes no. I can't right now. يعني ما بقدر، I can't right now. Where are you from? انا ما بقدر اقولها من وين انا، اوكي، لانه ما بقدر يا جماعة. عملت لي هيك، قالت لي مي، يعني هي United States. يس، اظنت انها عربية. جود، اوكي رح اقول اوكي. How about you؟ بدي اقولها موروكو بس رح اقولها امارات وبس، لانه هاي هي الدولة العربية الوحيدة الموجودة. كمان موجودة يا جماعة السعودية اعتقد، خلي شوف. اوكي من افريكا، قالت بيبي. نو، لا انا مش بيبي، انا شو عم تضحك؟ وات؟ لانه يا جماعة المغرب موجودة بافريكا، فايش بدي اقول؟ Are you baby? No. والله قالت لي انا بيبي، ها؟ خلص امزح. المهم طبعا يا جماعة عم تعمل لي باي، خلص المرحلة. رح اقول لماما بس عم بمزح طبعا. المهم طبعا هلا خلينا نروح نشوف البوست تبع الانستغرام تبع بي كي اكس دي. اوكي ليتس جو. طبعا بالبوست نزلوا صورتين، فهي الصوره الاولى بيقولوا فيها هاي جايز هيلب مي، يعني مشان نساعده مشان يلاقي شو موجود بالرساله. وطبعا خليني اشرح لكم، طبعا هدول هن الصورتين، اوكي هيك ركبتهم مع بعض. وليكو هاي الصوره الاولى بيقولنا نمدا، بيقولنا هاي جايز هيلب مي تو فايند اوت ذا
أظن نرى secret message sent by admin. يعني ساعدوني مشان نلاقي رسالة كمان إن يعني بعتوها من الادمن. أوكي الادمن هو اللي بعتها. فكمان يا جماعة طبعا بتتذكروا الرسالة اللي مضت قالوا كان بيقول إنه help me I'm stuck عارف هي وكذا ف help me أنا get out of here I'm stuck كذا. فيعني هو I'm stuck يعني لا لا يعني أنا هو عالق بمكان. أوكي لحظة بالمعنى. فشوفوا يا جماعة عنا هيك أرقام وكل رقم بيمثل حرف وهذول الحروف لازم نجمعهم مشان يعطينا هذول الجمل اللي عم يقولها الآن من هالجملة. فخلينا نحاول نعرف. أوكي عنا أول شيء 9. أوكي 9 وينها 9 9 9 9 هون هي I. أوكي I واحد واحد 3 هي A A C I A C A A C I A C what okay I A A C ما بعرف شو هاي. بعدين عنا كمان 4 و9 okay 4 و9 هي D واحد okay D يا واحد كمان wait واه صوت كثير 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 صعب wait لا طبعا هي واحد يعني I am oh my god يعني لكو A و 13 هي جماعة 13 oh my god يعني I am وعنا 4 هي D okay D وعنا I يعني D و 19 هي S يعني this okay بعدين عنا C يعني disco كمان هيك O 15 شفتو وعنا 22 اللي هي V ويعني oh V V V V المهم ما علينا كمان عنا oh my god wait المهم هي discovering okay خلاص عرفتها بس كذا لأنه واضح يعني discover أكيد discovering. خلينا نمر الكلمة اللي بعدها. بعدين عنا واحد اللي هي A يعني I am discovering A okay A عنا 12 اللي هي L okay L 15 هي O okay lot I'm discovering a lot أكيد هاي رح تكون off يعني 15 هي O TFF يعني I'm discovering a lot يعني a lot of يعني كثير أشياء. بعدها أنا كمان 14 لين وخمسة هي E وكمان عنا يا جماعة يعني new yes I'm discovering a lot of new لا 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 مو new هي next okay next بعدين هاي هي from لكو 8 و 9 و 14 و 7 و 19 هي wait next oh my god لا لكو okay خلنا نعيد عنا 8 هي H و 9 هي I يعني ها هي و 14 هي N يعني هن What? وسبعة هي جي هنك what? يعني يا جماعة هني خطأوا يعني المفروض تكون new okay مو next لأنه هيك okay هاي طبعا thinks مو hinks لا ويعني هني خطأوا كتبوا net لازم تكون يعني new okay لأنه عوض ما يعملوا 24 عملوا 23 المهم هاي طبعا from okay wait new thinks from وعنا 15 اللي هي o 21 هي you و 18 هي or يعني our وكلمة الأخيرة هي 16 wait وينها p و a pa اوكي و اس هي 19 لكو 19 20 هي تي يعني past يعني I am discovering a lot of things from our لا يعني I am discovering a lot of new things from our past بمعنى انه انا عم بكتشف كثير اشياء يعني a lot of things new things يعني اشياء جديدة من الماضي يعني الادمن هو موجود بشي مكان قاعد عم يتجول وبيبحث بالماضي يعني هو كان لانه خلص لقيناه كان جماعة قاعد عم يتجول ويبحث في الماضي واحنا قاعدين عم نفتش عليه وكذا oh my god طبعا المعلومة هذا التحديث رح يخلص يوم 30 مارس لانه كل ما يسوون كود او اشي بيقولوا انه رح يخلص يوم 30 مارس يوم 30 مارس فاكيد رح يكون اسمه يوم 30 مارس هو اخر يوم لهذا التحديث وبعدها اعتقد رح ينزل تحديث Zero Gravity اللي هو زي السنة الماضية اللي كانت
مشان الآد من هدول الأشياء تبع زيلة والماضي وكل شيء، مشان نرتب الأحداث. بعدين رح ينزل تحديث الربيع بس شوي هيك أيام، بعدين رح ينزل تحديث الإيستر اللي هو عيد الفصح، وبعدين خلاص رح ينزل التحديثات العادية اللي دايما بينزلوا زي تحديث الصيف، تحديث الربيع، كثير كثير جماعة تحديثات زي عيد ميلاد وكل شيء. وبس طبعا هيك رح نخلص هاي الفيديو. أنا قلت لكم توقعاتي، أنتوا قولوا لي توقعاتكم تحت بالتعليقات، وبحبكم كثير كثير صراحة، استمتعت بهذا الفيديو كثير، بحبكم، حتى لايك اشتركوا بالقناة وبس. Bye!